القسم الخامس والأخير من هذا المتن المبارك. بشي بينجم كوتاي لمتنا بيروزا. ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. نصر رحمتي خواي لبه باسي أوشتاني كردوا كبيوستا بالروجي دوايو. وذكر فيه أيضا ما يتعلق بالكفر بالطاغوت. وهروها باسي أويا كردوا كدرباري كفر كردن بطاغوتا. وذكر تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى للطاغوت. وباسي بيناسكي ابن القيم كردوا رحمة خواي لبي بطاغوت. أن بعض الناس يتجاوز يتعدى. هندي كز زيادة روي دكات. فيعبد الأحجار والأشجار. بردو داركان دا فرستيت. أو يطيع العلماء والأمراء في معصية الله. يان زانا كانوا دا صلاة داركانوا أميركان جرايل يان دبي لسربية شكل. وبهذا جعلهم طواغيت. فبمشي وأواني كردتا طاغوت. نعم لا يمكن أن نعبد الشيطان. بويا ناكرية شيطان بفرست. لا يمكن أن نرضى أن نعبد من دون الله. ونابي الرازبين بفرسترين لجقل لخواي قورا. لا يمكن لأحد أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه. ونابي هيك كسيه بانغوازي خلق ابو فلسطيني خوي ولا يمكن لاحد ان يدعي شيئا من علم الغيب وهيك كسيه بوينيه بانغ شيء زانيني علمي غيب والا كفر كفرا اكبر اجرنا او بكفي قولا كفي كردوا لابد ان نحكم الشريعه بويا بيسلا شريعه محكم بكين ولا نرضى الا بحكم الله سبحانه وتعالى ونابي الرازب الا بحكم خوي قولنا بيت نعلم الناس الشريعه خالكي فيري الشريعة دكين ونحكمها ومحكمي دكين في كل صغيرة وكبيرة لها مو قولو بتشوك يكدا والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم قولو باشتر زي وصلى الله تعالى عليه وسلم.